تمام، هل توقعت إحرازك لهذا الهدف في مباراة الزمالك؟ هل كنت متوقع يعني إن أنت تحرز هدف في مباراة زي دي؟ بالتأكيد أنا كنت متوقع إن أنا نشوف الهدف معانا هسجل على في الهواء اهو مباراة كمان. الزمالك وفي كل المباريات بالنسبة لي، على قد ما هو نادي برضو كبير ومنافس، ولكن في نفس الوقت أنا كنت متوقع لأن عندي ثقة في نفسي إن أقدر أسجل في كل مباراة وأساهم في إحراز الأهداف، مش بس بالتسجيل ولكن بصناعتها في كل مباراة، مش بس في مباراة الزمالك. وبالتالي الموضوع كان مهم جدا بالنسبة لي، عشان كده بفضل ربنا انعكس عليا تأثير الهدف دوت وخلاني سعيد إن هي كانت بداية كويسة بالنسبة لي قدام الجماهير خصوصا في أرض الملعب. تمام، شفت ازاي الاجواء الجماهيريه في هذا اللقاء؟ الموضوع كان حماسي، كان شغفي، كان الموضوع على قد ما هو في حماس وشغف كان مختلف جدا عن الاماكن اللي انا كنت بلعب فيها. الموضوع كان بيعلي الادرينالين شويه، او انا كنت حاسس بادرينالين اعلى شويه في مباراه الزمالك في كاس السوبر. على قد التشجيع ما هو نوعا ما مش بعيد عن بعضه بين هنا وبين الاماكن اللي انا كنت متواجد فيها، ولكن هو مختلف لانك بتلعب في قاره مختلفه، في نادي مختلف، ثقافه مختلفه. عموما الموضوع بصراحه بالنسبه لي كان حاجه مهمه وكان حاجه قويه تديني دفعه للامان.